السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية صديقي، لأول مرة حضرتك تشوفنا، فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها، لأن محتوانا يستحق الدعم. اليوم إن شاء الله رب العالمين هنتعلم مع بعض. ده أحيانا بيبقى معاك فلاشة أو معاك كارت الميموري، الميموري كارد، ومش عايز يقبل معاك ينقل أو يستقبل، مش عايز يتفرمط، بقى بطيء في النقل وفي الاستقبال. كل دي كلها مشاكل بتقابلك. احنا النهاردة ان شاء الله رب العالمين ببرنامج بسيط جدا لا يحتاج منك اي مجهود هتنزله، وهيعمل على اصلاح المشكلة اللي مع حضرتك دي. حضرتك هتخش على اللينك اللي انا هبقى سايبه لحضرتك في الديسكريبشن، وهتضغط على اللينك ده اللي في الموقع. هيبدأ يداود معاك البرنامج زي ما حضرتك شايف كده. بعد ما يداونلود البرنامج هتعمل اوبن للفايل، هيفتحه معاك وهيسطب البرنامج عندك على الجهاز. دلوقتي ظهر معاك تسطيب البرنامج، نيكست نيكست نيكست. لحد ما تنهي عملية السيت اب بتاعتك معاك، يبقى حضرتك هتختار من هنا كده الفلاشة بتاعتك. والفلاشة لو مش ظاهرة اعمل ريفريش، تظهر معاك الفلاشة بتاعتك والدنيا هتكون تمام وتختارها. بعد كده تقول له ستارت. بعد ما تقول له ستارت من هنا كده يقول لك انت عايز تحذف كل الداتا اللي عندك. طبعا انا مش هعمل كده لان انا عايز الداتا والفلاشة عندي كويسة. بعد كده هتقول له يس، هيظهر معاك هنا شريط كده هيقعد يملاه يفحصه، بياخد معاك وقت بتاع ساعة ساعتين على حسب مساحة الفلاشة، ويبدأ يستمر يستمر يستمر. بعد ما يخلص بيقول لك ستارت اند فيكس، عايز تصلح الدنيا ديت، فتقول له ستارت تاني فيصلحها ويظبط الدنيا معاك. ده كان كل شيء النهاردة. أرجو أن أفتح حضرتك معلومة، لو حضرتك استفدت لايك وشير الأمر، حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة. أشوفك على خير. كان معاك كالعادة عبد الروف عماد من قناة عبد الروف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.